من هو الظاهر بيبرس؟ ولد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس سنة 1223 ميلادي في منطقة تقع على شواطئ البحر الأسود الشمالية، حيث أسر من قبل المغول، ثم بيع كعبد وانتقل لخدمة الملك صالح نجم الدين أيوب الذي اعتقه وجعله من مماليكه. وقد أظهر بيبرس شجاعة وفروسية لا مثيل لها، ولذلك عين قائدا لفرقة الحرس الشخصي للسلطان. كما قاد بيبرس الجيش الأيوبي في معركة المنصورة سنة 1250 أثناء حملة لويس التاسع على مصر، كما استطاع بيبرس قهر المغول وسحقهم في معركة عين جالوت شمال فلسطين. عرف عن الظاهر بيبرس حبه للرياضة إلى جانب فروسيته وشجاعته، فقد كان محبا للصيد والرماية والمبارزة، كما كان حريصا على أخلاق رعيته، وهذا ما جعله يمنع الناس عن الخمر. ومن الصفات الأخرى التي تحلى بها بيبرس سرعة بديهته ومقدرته على الوصول إلى الحلول العملية بشكل سريع في أعماله جميعها، بالإضافة إلى بصيرته وإصراره ومقدرته على إنجاز الكثير من الأعمال في وقت واحد. بعد أن أصبح الظاهر بيبرس السلطان المملوكي الرابع لمصر والشام، سعى جاهدا إلى تدعيم موقفه العسكري، فخطى خطوات صلاح الدين الأيوبي في حربه ضد الصليبيين، ولذلك أعاد بناء القلاع والحصون التي دمرها المغول في سوريا، كما كان يشن غارات سنوية على الصليبيين، واستطاع استعادة مدن كثيرة كانت تحت حكمهم كأنطاكيا وحيفا ويافا، وأرسل العديد من الحملات العسكرية إلى ليبيا والنوبة. ومن الجدير بالذكر أنه كانت لبيبرس العديد من الإنجازات على مستوى الدولة الداخلية كذلك، وذكر أهمها هذه الإنجازات: إنشاء خدمة بريدية سريعة تتطلب فقط 4 أيام بين دمشق والقاهرة، وبناء مسجد كبير في مدينة القاهرة بالإضافة إلى مدرسة تحمل اسمه الظاهر بيبرس. كما تم تعيين قضاة رئيسيين ممثلين عن المذاهب الفقهية الأربعة في الشريعة الإسلامية.